بسم الله الرحمن الرحيم. نطق كلمات حصة أولى إعدادي يوم الأحد 11/9. يونت 3 الوحدة الثالثة. Different people ناس مختلفين. Famous مشهور أو معروف. A footballer لاعب كرة قدم. A bird لحية. A big smile ابتسامة كبيرة. Europe أوروبا. الإيس آيلاند طبعا. A fan محب أو مشجع أو معجب أو يشجع أو يهوي. لا معنيا. Look like يشبه أو يبدو مثل. A mustache شارب أو شنب. A goal هدف بعيد المدى. A runner عداء أو متسابق جري. A sports star نجم رياضة. A team فريق أو منتخب. Hair types أنواع أو أشكال الشعر. Curly hair شعر مجعد. Dark hair شعر داكن أو أسود. Short hair شعر قصير. Straight hair شعر مستقيم أو ناعم. Blonde hair شعر أشقر أو شاحب. Long hair شعر طويل. Sports ألعاب رياضية أو رياضات. Basketball كرة السلة. Running الجري. Squash الاسكواش. Volleyball كرة طائرة. Carry يحمل أو حمولة. A description وصف. An insect حشرة. Italian اللغة الإيطالية أو إيطالي الجنسية. Glasses نظارات أو أكواب زجاج. Normal عادي أو طبيعي. A person شخص. A present بمعنى هدية، بمعنى يقدم، بمعنى مضارع، بمعنى حاضر. The Cairo Tower برج القاهرة. A tortoise لها نطقين. سلحفاة وطبعا بتكون سلحفاة برية. ده HW ودي كانت كلمات أولى إعدادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.